إقباله على الله وخوفه من القدوم على الله جل جلاله، وهو يجود بنفسه عند الموت أن يغير المنكر وأن يأمر بالمعروف وأن يعلم ما تعلم. فقال: ارفع ثوبك فإنه أتقى، أي أتقى لربك، وأنقى أي للثوب نفسه من الأوساخ، وأبقى له أي أطول في عمره، فإن سحبه على الأرض يقتضي بلا وتغيرا له. فإذا شعر الإنسان بدنو أجله فينبغي أن يزيد أداؤه وعمله. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والوحي أشد ما يكون تتابعا، حتى في حال وفاته صلى الله عليه وسلم بعد أن مرض الوحي أشد ما يكون تتابعا، وتعليمه للناس على هذا الوجه. فإذا عرفنا ذلك فلا بد أن تكون للإنسان مشاركة في مجال السياسة، بمعنى مجال إقامة الدين وسياسة الدنيا بها، وأن يعلم أن ذلك داخل في وظيفته الإلهية التي هي الاستخلاف في الأرض. فكل ما فيه نصرة للدين وإعلاء لكلمة الله وتمكين للحق وعمل بالقرآن والسنة وتحاكم إليهما ورجوع إليهما، لا بد أن يسعى الإنسان لنصرته والتمكين له. وإذا فعل فإنه مثاب على جهده ولو كان يسيرا، فالله غني عنا وعن طاقاتنا وعن جهودنا، ولو شاء لنصر الحق دوننا، وقد قال ذلك: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهذا ابتلاء وامتحان، فلا بد أن تنجح فيه وأن تحرص على ذلك. وإذا حرصت عليه فستنظر باجتهادك وما أداك إليه عقله مما هو أرضى لله وأقرب لمنهجه، وتنظر في الأشخاص أيضا من هو أتقى لله منهم وأقوف له وأكثر استقامة ونصرة للدين، فلا بد حينئذ أن تناصره، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه الكينونة أمر عام للمؤمنين، ويقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. كذلك في المجال الاقتصادي، فلا بد أن نستشعر أن البشر يحتاجون إلى أقواتهم، وقد خلقها الله لهم في الأيام الأربع الأول من خلق الأرض، كما قال الله تعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فالأيام الأربع الأول قدر الله فيها أقوات أهل الأرض جميعا في الأرض، ولا يمكن أن يزيد عدد البشر بحيث لا تستوعبهم الأرض، بل قد جعلها الله كفاة أحياء وأمواتا، فالأموات تواريهم في بطنها والأحياء تحملهم على ظهرها، ويخرج الله لهم من الأرزاق منها من المعادن والنبات والزراعة والصناعة ما يكفل معاشهم والعيش الكريم لهم، وهم يتفاوتون في ذلك، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وكل ينال رزقه على قدر أجله، فإذا انقطع أجل الإنسان انقطع رزقه، وما لم ينقضي أجله لا بد أن يستمر رزقه مع ذلك. فالله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فلذلك لا بد أن تكون لك لتحقيق استخلافك في الأرض فائدة على أهل الأرض في المجال الاقتصادي، فلا بد أن تكون منتجا، وهذا الإنتاج ولو دعتك إليه الحاجة في حياتك أنت لا تفوتك النية، وأنك تحقق فيه الاستخلاف ومنفعة الناس. فالذين أخرجت تجارتهم اليوم من نواحي السوق مثلا، قد يظنون هذا مصيبة وبلاء عليهم، ولكن الواقع أن فيه خير، فإنهم سيستأجرون العمال الذين يحملون الأمتعة، ويستأجرون المخازن التي كانت بائرة وقد بناها أصحابها للاستئجار، ويستأجرون الحراس الذين يحرسون وهم محتاجون إلى من يساعدهم. فحينئذ يكون هذا نشاطا اقتصاديا عاما يشارك فيه أهل كل فئة من فئات المجتمع، وكل ينال حظه منه. ولو بقي المال دولة بين الأغنياء، فكان المستورد يأتي به فيخرجه من الميناء إلى مخازنه، ثم يغلق عليه بالأقفال والأغلاق،
ثم يبيعه وهو في المخازن ويبيعه من اشتراه منه، وهكذا فإن الشعب سيكون مستهلكا ويبقى المال محصورا في أيدي فئة قليلة، وهذا غير مقصد شرعي، بل المقصد الشرعي يقتضي أن يكون الجميع مشاركين في العملية الاقتصادية العامة. فهذا الذي ينتج شيئا يسيرا يحتاج إلى طاقة شرائية ليشترى منه ما ينتجه، وهذا الذي يزرع يحتاج إلى طاقة شرائية ليشترى منه ما يزرعه، وهكذا فالجميع يحتاجون إلى التعاون في المجال الاقتصادي، وكل يترك بصمته في هذا المجال وأثره ليحقق الاستخلاف في الأرض. وإذا عاش الإنسان وكان مثلا يعيش بعقلية طلاب المحاضر القديمة التي نريد ترقيتهم عنها وتجاوزهم لها، فكان يرى أن عليه في هذه الدنيا هما واحدا ومسؤولية واحدة، وهي أن يحفظ ما كتبه في لوحه وأن يقرأه على الشيخ ثم يراجعه ويكرره حتى يحين وقت نومه أو صلاته، وما له مسؤولية أخرى في هذه الحياة. هذا لو مات على هذا الحال فبماذا نفع البشر في المجال الاقتصادي، وبماذا نفعهم في المجال السياسي، وبماذا نفعهم في المجال الاجتماعي؟ كانت مسؤوليته كبيرة جسيمة وكان أداؤه وعمله يسيرا. وانظروا إلى تقويم أداء الحكومات والرؤساء الذين ينتخبون، فعادة تحجب الثقة عن بعض الحكومات بسبب نقص أدائها، لأن لها خطة تقدمها عند تنصيبها وتقول سنعمل كذا في شهر كذا ونعمل كذا في شهر كذا، فإذا مضت 6 أشهر مثلا وجاء تقويم أدائها فلم تؤدي، مثلا كانت منتخبة لمدة 2 سنين فجاءت 6 أشهر ولم تؤدي ربع الخطة، فهذا دليل على فشلها، فحينئذ تحجب عنها الثقة. نحن الآن أعمارنا لو طالت جدا كم ستصير؟ كم يتوقع كل إنسان منكم أن يعيش إذا طال عمره؟ نسأل الله لكم طول العمر جميعا في طاعة الله، لكن مع ذلك لا يتوقع أحد منكم أن يزيد على 100، وإذا زاد عليها سيكون في أرض العمر، والمئة ربعها 25 سنة، و25 سنة الآن تمضي بسرعة هائلة، فإذا مضت 25 سنة ولم يؤدي ربع الخطة فهو أهل لأن تحجب عنه الثقة، لأن حكومته فاشلة. فلهذا لا بد أن تحرصوا جميعا على أداء هذه المسؤولية قبل فوات الأوان، وأن تبادروا إليها، وأن تستشعروا أيضا المسؤولية في المجال الاجتماعي. المجال الاجتماعي مجال واسع، والمجتمع فيه على كثير من الطبقات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهي توزيع وزعه الناس فيما بينهم، بعضه يرجع إلى الحرف والصناعات، وبعضه يرجع إلى الأنساب، وبعضه يرجع إلى اللغات، وبعضه يرجع إلى الألوان، والواقع أن البشر جميعا أسرة واحدة، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا شعرت بذلك فإن الناس بين يديك سيكونون قسمين فقط، مبتلا ومعافا، فمسؤوليتك أن ترحم أهل البلاء وأن تحمد الله على العافية. ولذلك أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فإذا أدركت ذلك كان لزاما عليك أن تستشعر أن في المجتمع ذكورا وإناثا، وأن فيه كبارا وصغارا، وأن فيه أغنياء وفقراء، وأن فيه منتجين وعاطلين، فلا بد أن تقسمهم إلى هذا التقسيم بين من يستحق الرحمة وهو المبتلى، وبين من هو